السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هيبقى هشارك معاكم بس افطاري النهارده هيكون كده سهل وسريع، مش بياخد وقت خالص، وبعتذر لكم عن صوتي لانه واخد دور برد، وكمان بعتذر لكم ان انا لسه ما نزلتش الغريبه والسابلي للاسف، يعني تعبانه مش قادره اكمل بقيه الوصفات، بس ان شاء الله ربنا يديني صحه كده واكمل لكم باذن الله باقي الوصفات. هنا معايا شيش طاووق، الطريقه دي سهله قوي للشيش طاووق، ما بتاخدش وقت خالص. يعني انا دخلت المطبخ قبل الفطار كده بحوالي ساعه او ساعه او ساعه وربع، فخلصت الفطار كله. هنا معايا التتبيله اللي هعملها لشيش طاووق، الزبادي، معلقه كبيره كده من الزبادي، وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا والبهارات بقى اللي انت بتفضلي تحبيها او بتحبيها على الشيش طاووق. انا نضفت فلفل اسود وبهارات فراخ، وهي معلقه من الثوم المفروم وشويه من الخل وشويه من الزيت، يعني حوالي معلقتين كبار كده من الخل ومعلقتين كبار من الزيت، وبقلب المكونات دي كلها مع بعض. عايزه تقولي بقى انا عايزه بصل فريش، مش عايزه بصل بودر ولا ثوم بودر. خلاص ضيفي، انا حاطه ضيفه ثوم فريش، ضيفي ميه البصل بس، يعني اضربيها كويس قوي كده في الكبه لحد ما تفرم كويس وتنزل ميتها، روحي واخده بس الميه بتاعتها عشان البصل ما يتحرقش معاكي والفراخ بتتشوي. وهنا معايا بصل مكعبات حطيته كده في التتبيله مع الفراخ عشان ياخد طعم التتبيله، وسبتها طبعا في التتبيله كده شويه، بس انا حبيت اجمع لكم الوصفه كلها مع بعض عشان ما تتلخبطوش، يعني سبتها مع بال ما خلصت باقي وصفات كده وغسلت شويه مواعين، سبتها حوالي ربع ساعه كده في التتبيله، وهتبقى حلوه. لو انت عايزاها بقى تبقى متتبله اكتر وطعمها واخد من التتبيله اكتر، تبليها من قبلها بيوم، تبليها 3 4 ساعات. بس هي كانت والله طعمها حلو وشربة التتبيله. هنا حطيتها كده فردتها في صينيه كده زي ما انتم شايفين، وانا ما بقطعش الشيش طاووق، بخليه كده زي ما هو عشان لما يدخل الفرن ما يكشش خالص وينشف. وحطيت البصل اللي انا كنت حاطاه مع التتبيله، وحطيت له كمان فلفل الوان علشان يدينا طعم برضو حلو للشيش طاووق، وزينت كده شكل الصينيه بالطريقه دي. سهل خالص، ما بياخدش وقت وبيطلع حلو قوي، واحسن بكتير ما تقعدي تعملي اسياخ واحده واحده وتشويها، لا كده بيبقى سهل وبيخلص معاكي في ثواني، اكله سريعه بتخلص معايا بسرعه. انا حطيته في الاول كده زي ما انتم شايفين في شوايه الفرن عشان ياخد لون وطعم كده الشوي، وبعد كده بروح شايلاه بعد ما بياخد لون كده زي ما انتم شايفين، وبحطه على ارضيه الفرن، وما بياخدش معايا تلت ساعه في الفرن، يعني بياخد 10 دقائق في الشوايه وتلت ساعه في الفرن كده في الارضيه، وبيطلع معاكي احلى شيش طاووق. هنا معايا هعمل لحمه مفرومه متعصجه، حمرت البصلايه كده زي ما انتم شايفين ونزلت باللحمه المفرومه وهعصجها كده او هقلب هشوحها مع البصل، وبعد كده هحط لها التوابل بتاعتها، فلفل اسود وملح والبهارات 7 بهارات والحبهان وورق لورا مطحونين، وهحط كمان شويه بابريكا على ما اعتقد يعني بس كده، وهبتدي برضو ان انا اشوح فيها لحد ما تاخد كلها لون واحد وهتستوي معايا، وهبتدي ان انا احشي بيها الجلاش. وعايزه اقول لكم ان هي اكله سريعه وبسيطه وسهله، وخلصت معايا والله اقل من ساعه. بس كده ضفت هنا علشان التتبيله بتاعت الجلاش معلقه كبيره برضو، باقي يعني باقي علبه الزبادي اللي انا استعملتها في الشيش طاووق، وحطيت عليها نص كوبايه من الحليب وملح وفلفل وحوالي 3 معالق كبار كده من السمنه، ما تزوديش سمنه بس كده، وما بحطش حاجه تاني خالص ولا بيض ولا اي حاجه كده، بيبقى الجلاش طعمه حلو ومبيكونش في اي نوع من الزفاره. وضفت زي ما انتم شفتوا بيكنج باودر، بتبقى حوالي ربع معلقه كده او نص معلقه صغيره، ما بتزوديش برضو بيكنج باودر علشان ما تلاقيش ان صوابع الجلاش معاكي بقت شكلها مش حلو كده وكبرت قوي، لكن كده بتخليها ليها طراوه كده من جوه، بتبقى من بره مقرمشه وحلو.
بس كده ابتديت بقى ان انا احشي الورق الجلاش كده بالطريقه دي، باخد ورقتين ورقتين واحشيهم باللحمه المفرومه وبلفها رول كده وبحطها في الصينيه، والصينيه بتكون مدهونه سمنه حاجه بسيطه، و بشرب برضو الورق كده زي ما انتم شايفين بالخلطه دي، وبقفل عليها كده بالطريقه دي، بتحشيها الحشوه وبتلفيها، بتبقى طعمها حلو قوي بالطريقه دي. وبتبقى شكلها جديد يعني عن صينية الجلاش العادية. بس كده اي هخلص هشرب الورق الاول، وباخد ورقتين ورقتين، يعني مش ورقة واحدة، لان ورقة واحدة هتطلع معاكي رقيقة، لكن ورقتين ورقتين كده بتخلصي اللفة بسرعة، وبيكون سمكها حلو يعني مش بتبقى مليانة خالص. اي بالطريقه دي. عايزه بقى تحطي على اللحمه المفرومه فلفل، عايزه تحطي عليه اي حاجه براحتك، دي الحشوه دي في ايديكي. ولو عايزه تستبعدي اللحمه المفرومه خالص تحشيها مثلا بجبن، ببسطرمه، بسجق، باي حاجه بتطلع طعمها حلو. عملت لفيت الجلاش كله كده بنفس الطريقه، وابتدي ان انا اقطع كده قطع صغيره او اصابع كده صغيره، والفرن طبعا شغال، وهدخلها الفرن على الرف الاوسط مع الشيش طاووق وباقي التتبيله اللي انا كنت عاملاها، حطيتها كده فوق الوش على الجلاش. بس كده ما تستعمليش سمنه كتير، هما 3 معالق كده كفايه قوي، ما تكتريش. وحطيتها في الفرن، وهنا معايا بسله وجزر وبطاطس، وهسلقهم على النار، ومعايا كمان سمنه وحط فيها توابل كركم وتوابل فراخ و فلفل اسود وشوية جنزبيل صغيرين، وهقلب فيهم او هعمل فيهم الرز البسمتي. بس كده هشوح بس حاجة بسيطة كده التوابل دي مع السمنة، وبعد كده هنزل على طول بالرز مغسول ومصفي. والرز البسمتي هنا اللي انا مستعملاه ده رز غامق مش فاتح، وكل كوباية من الرز بستعمل فيها او بحط لها كوباية ونص من المية، ما زودش اكتر من كده، كده بيبقى مظبوط وبيبقى واخد سوا حلو قوي، وبيبقى مشرب يعني ميته كده حلو، ما تزوديش اكتر من كوبايه ونص. بس كده هضيفت له الملح بتاعه وهسيبه بقى يتشرب، وبعد كده هوطي عليه النار خالص يستوي براحته. انتوا عارفين الرز ما بياخدش سوا، اول ما بيتشرب يبقى خلاص، بعد كده بيبقى عايز يتحط على نار هاديه بس يتفلفل. هنا معايا هعمل المايونيز، معايا بيضايه وضفت لها شويه من المستردة وفلفل اسود ورشه بسيطه خالص من الملح ونص كوبايه من الزيت، وهضربها بالهاند بلندر كويس او ممكن بالخلاط، بس بتبقي منزله الزيت سرسوب كده بسيط على البيضه في الخلاط، وهي بتتضرب هيديكي المايونيز كده تقيل، ومايونيز اللي احنا بنشتريه من بره عادي. هضيف له بقى كوبايه من الزبادي وهضربه كويس تاني بالهاند بلندر، وهضيفه على البسلة والبطاطس والجزر، ودي بتبقى سلطة البسلة بالبطاطس اللي بتبقى موجودة في بيتزا هات، بس هي المفروض كنت سبتها في التلاجة شوية علشان تجمد يعني شوية، ما تبقى سايلة كده، دي اهم حاجة ان انت تبقي سايباها في التلاجة شوية بس عشان ما كانش في وقت على الفطار. الشيش طاووق اهو طلع من الفرن تحفة، وكمان الجلاش، وده كان فطارنا النهاردة سهل وسريع وخلصته وانجزته بسرعة، وينفع يعني لو انت عندك حتى ضيوف لو عملتيه هيبقى حلو قوي. اهو شكل الشيش طاووق حلو قوي وطعمه حلو وطري كده وجوسي من جوه، جربي ان شاء الله بطريقتي هيعجبك، وما تنسيش بقى لايك الفيديو والاشتراك في القناة، واشوفكم بإذن الله في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.